منظمة الشفافية الدولية، المغرب يواجه فسادا خطيرا في المجالين العسكري والأمني. نشر برنامج الدفاع والأمن التابع لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية قبل أيام مؤشر نزاهة الحكومة في قطاع الدفاع الأمني، والذي يقيم جودة الضوابط المؤسسية لإدارة مخاطر الفساد في مؤسسات الدفاع والأمن. والمؤشر يعمل على تقييم مفصل لنزاهة مؤسسات الدفاع الوطني بناء على أدلة من مجموعة متنوعة من المصادر والأشخاص في 77 مجالا، ويناقش تقرير حالة الفساد في قطاع الأمن والدفاع في 86 دولة، يصنفها من الأفضل إلى الأسوأ، ويأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤشرات بما في ذلك الوضع السياسي والمالي والعملياتي والخدمات اللوجستيكية في المجالين الأمني والدفاعي. وفي نسخة 2020 صنف المؤشر المغرب في الفئة F فساد خطير، وحصل على درجة 10 من 100. وبخصوص المؤشرات الفرعية، حصلت المملكة على 11 درجة للمخاطر السياسية و22 من 100 للمخاطر المالية، مخاطر عالية جدا، و7 من 100 للمخاطر الشخصية، 0 من 100 للمخاطر التشغيلية، و8 من 100 لمخاطر التوريد.